بدي قريباً أتعلمه بسبب جديد اللي مسلمين هذا الحدث العربي وهنا يبو بحضور كريم جملة وتفصيلا كل واحد باسمه وفي الترتيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. بشعارنا الخالد الله الوطن الملك. نتقدم بأحر التهاني والتبريك لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد الثالث نصره الله وأيده بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال المغرب والذكرى 43 لمسيرة الأمراء التقنية المظفرة في بر العبد العلوي المجيد من طنجة إلى اضطراب الصحراء المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حمي حمار الملة والدين الملك محمد السادس نصره الله وعيده وأعز الله. بكاس خلال يوم 20 من شهر صفر 2021 لا تبيع مغاربة داخل وخارج الوطن بحسبي في شهر نوفمبر من كل سنة بأربع ذكريات نشيدة مهمة وهي الثاني عشر من شهر نوفمبر 2023 العودة من النمسا للسلطان محمد بن يوسف صاحب الخليفة طيب الله ثواره. الثاني عشر من شهر نوفمبر 2023 ذكرى الابتعاد. في نوفمبر منذ 1975 بعيد ذكرى انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة والحمد لله كانت من تدبير وتنظيم الطرح الحسن الثاني طيب الله ثواره. لقد شارك في هذه المسيرة كما جاء على لسان الدكتور رافق مسؤولي وكما جاء في وكما وقع بالضبط 350,000 مواطن ومواطنة مغربية تعبيرا منهم عن حب الوطن وأرضه الفعل الإيجابي الملموس الذي حرر الصحراء المغربية من يد المستعمر الإسباني الغاشي. أعزائي وأحبائي في الله، يستلزم علينا المحافظة على الأراضي المغربية والدفاع عنها، أقول والدفاع عنها وعن الوحدة الترابية الوطنية للمملكة المغربية، وطن السلم والسلام والأمن والأمان والتعايش والمعاية والتسامح. نعم، هذا من الواجب لأننا مغاربة أحرار في وطن حر. نحب الوطن المغربي ونعتز به لأنه موطن أجدادنا وآبائنا ومهد صبانا ومدرج
ما تعثرنا وفي الجمعيات العلمية والكليات والأكاديميات والمدارس العليا المغربية تعثر وتخرج منها كفاءات وطنية وأجنبية يعتز بها عبر العالم. الزينات والسادة الأوفياء للوطن، أقول الزينات والسادة الأوفياء للوطن، نحن المغاربة متثبتون بحب الوطن وقتل المسيرة الخضراء المطهرة. ومن باب التذكير أقول ومن باب التذكير هيا بنا في قراءة جماعية لقطام المسيرة الخضراء التنمية المطهرة. قطب المسيرة الخضراء المطهرة. أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروحي المسيرة الخضراء من البغاة إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقي هذا القصد أطرتي وعترتي في سري وعلانيتي، والله سبحانه والرقيب انتهى القصر. المستمعون الكرام، عبر التاريخ كانت الصحراء مغربية، وبمشيئة الخالق عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ستبقى الصحراء مغربية. المالك مالكنا والصحراء صحراؤنا، المالك مالكنا والصحراء علينا إلا الحب وحب الوطن. وشكرا لكم.